وزع الهلال الأحمر الإماراتي 5000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود على أهالي مديرية مرخة بمحافظة شبوة اليمنية. قال محمد سيف المهيري إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية لهؤلاء الأهالي عن طريق توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود بوظبية الإنسانية والإغاثية في محافظة شبوة لنجدة الأهالي والأسر المعوزة.